أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: سقوط سيارة خاصة بمنحدر جبلي يرسل 3 أشخاص لمستعجلات خنيفرة. ولن نلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. علمت بلادنا 24 أن طريق المؤدي إلى المنتجع السياحي العيون من ربيع شهد حادثة سير خطيرة لسيارة خاصة بعد سقوطها بمنحدر جبلي، مما خلف إصابات بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب ما صدر من عين المكان، فإن سائق السيارة الخاصة التي كانت تعقل شابين وفتاة فقد السيطرة على المقود، مما أدى بالسيارة إلى سقوط بأحد المنحدرات الخطيرة بمنطقة عيون من ربيع. وأضافت المصادر ذاتها أن السيارة سقطت في منحدر، حيث ساهمت الأشجار بإحدى البساتين في نعجة ركابها ليتم تسجيل إصابات في صفوف الركاب بكسور على مستوى الرجل والرأس. وفور علمها بالحادث، حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان، فيما أجرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة من أجل تلقي العلاجات الضرورية. كنت مع نشرة إخبارية.